موضوع التوسل من الأهمية بمكان، بل اللي بيقدر فيكم يفهم موضوع التوسل والشبهات التي حوله كلها، فقد فهم أكثر من 70% من شبهات الصوفية حول الإسلام، حول العقيدة والتوحيد. أقوى الشبه بتاعتهم اللي بيجيبوها هي في موضوع التوسل يا جماعة. فاللي بيحفظ الشبهة دي والرد عليها تمام، ده إن شاء الله فات 70% من الشبهات بتاعت الصوفية كلها حول الإسلام. لأنه أغلب شبهات الصوفية حول الإسلام والتوحيد هي في موضوع شنو؟ وهم عارفين الكلام، هم ذاتهم عارفين. انت قاعد المعلومه دي ما عارفينها؟ عشان كده لو مشيت مسجد اتكلمت عن انه دعاء الميت شرك بالله وما تدعو الاولياء وكده، بيقوم لك صوفي بيقوم بيديك شبهات شنو؟ مع انه الموضوع ده براو دعاء غير الله والتوسل براو، بيلف الموضوع يقول لك هذول ده توسل ويجي لك الشبهات. واذا انت بقيت ما عارف بيوحي لك والله، بضحك فيك الناس. عشان كده لازم الكتاب ده يومي تقرا تحفظه براسك. ليه ده ضعيف الحديث ذاك؟ لانه فيه اسناد فلان. وذاك ليه توسل ادم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه باطل؟ لانه فيه اسناده عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، وهو حديث باطل موضوع. منو قال؟ الذهبي. تكون فاهم. طيب قالوا في روايه ثانيه ما له برضه باطله. أنا بإسناد عبد الله بن مسلم الفهري. تكون فاهم حافظ الكلام ده حفظ براسك، وإلا أنت ما موضوع مشكلتنا مع الصوفية ما بتكون عارف. والبلد دي الصوفية فيها كتار يا جماعة، كتار مضللين الناس زي كله في جميع القرى والمدن والبوادي. فلو ما حاربتهم بالعلم، بالتأصيل العلمي، ما حتقدر تحاربه. الحماس ما ينفع براو، لابد تحفظ يا جماعة. العيان الكثير في الفيسبوك والواتساب وغيره، خلوا ركزوا انظروا في الكتب دي أكثر حاجة عشان تتعلم.